8 ايام الله يعمر لهم الدار وطلعوا فينا. شكرا طبة، شكرا فاميناش، شكرا لكل شيء على الراحة ديالنا. كان شكرهم بزاف وماليكنا احنا. الوالده ديالي عارضه راسك من غدا. اه شنو قالوا لك دابا؟ داري غدا دارك؟ ما قالوش لك راكي مريضه؟ لا لا. خويا الناس داروا معنا مجهود كثير، تهلاو فينا في جديده بزاف، دوزنا 9 ايام خويا. 9 ايام؟ اه. واخا هاد العيالات وهاد الناس اللي جاو هزوهم عندكم دابا بزاف. كان عليهم يخلوهم تما ما يجيبوش معاهم. هاد المرات فيهم شي فيهم اشعارات باقي فيهم شي حاجه قليله. اش 3 ايام ولا يومين بحكاك. ولكن جابوا معاكم ما قالوا لكم. جابوا ما قال لنا والو. واخا انت شحال عندك ديال المخالطين اللي معاك في الدار؟ وانا شي اربعه خمسه. باقي. باقي باقي انت بريتي؟ اه بريت. لكن غادي الناس مخالفه؟ لا لا غندير انا حجر بوحدي. بوحدي؟ محل بوحدي. ولكن داركم 9 ايام هذه باقي ما داروش؟ لا ما داروش تحاليل. كنتسنى الام ديالي. شحال ديال الوقت هي باش بعيد عليك؟ 8 ايام. 8 ايام توحشتها بزاف. بزاف بزاف بزاف. لقاش علاقتي بها قويه بزاف. حيتو الدراري حيوا. اجواء صعيبه بزاف لانه كتشوف الام ديالك اللي انا معتبرها صديقه ديالي وكل شيء. يعني مشات بعيد عليك 8 ايام ما تعرفها واش ترجع ولا ما ترجعش. كان ستريس بزاف يعني كنت كنتظر بواحد الشوق اللي هو كبير بزاف. هي نورمالمون انا من مخالطين ولكن ما تلقيتش سميتو. التحاليل ما داروهمش لينا. قال لك ريحوا ولكن نورمالمون كون بغاونا يريحوا يعني خاص يكون واحد الاجراءات وشي حاجه باش نبقاو 100% في الدار يعني حنايا في الكورس. الفرحه اللي هي لا توصف والصوره معبره جدا وخير دليل وخير تعبير على هذه النعمه ديال التكافل اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، لان هاد الناس هما احبه ديالنا وولاد البلده. نهار اللي سمعنا بانهم تصابوا بهذا الوباء يعني كانت واحد الحزن ما كيتصورش، ودابا ملي رجعوا واحد الفرحه اللي ما كتصورش ثاني على البال. لا ما كاين حتى شي، ولكن هادو في كلهم الفاميلا ديالي والاحباب ديالي. الله فرحان واحد الفرحه لا توصف. الواقع هو هذا. الله يسلم الله وكنهنئهم. وكان بالمناسبه الناس اللي هما شرفوا على هاد الشفاء ديالهم كنتوجهوا لهم بالشكر الجزيل. وعاش المغرب. قال لقياتي الله يعفو عليهم ويعفو على جميع المسلمين. يا رب يمين.
كلهم عائلتي هادو، خوتي وعائلتي واحبابنا ولاد بلادنا. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر الملك، الله ينصر سيدنا محمد السادس. الله يجيب الشفاء وليدي، جيت فرحانة وليدي، راني فرحانة مني شنا وبكينا وضحكنا، بكينا وليدي وضحكنا. الله ينصر سيدي محمد. جيت هنا قال لك انزل، جيت هنا قال لك انزل. اه علاش؟ الله اعلم، ما قالوا لي تعالي. الناس اش نقول لك يعني، يعني ما قصروا من جهدهم، يعني كل شيء الامور دات بخير وعلى خير والحمد لله. يعني ما كاينش شي حاجه اللي الانسان اللي غادي لا اهماله ولا حتى شي حاجه، لان كل شيء الحمد لله دات بخير وعلى خير. وكنتمناو من هاد بالنسبه لسميتو اسبيتا هما يحاولوا يديروا هما نفس الجهد اللي داروا هذوك الناس يعني، وهذا الشيء اللي كانوا الحمد لله. يعني كل شيء الحمد لله دات امور بخير وعلى خير، يعني لا كل شيء الناس جاوا سلام، ما كاين حتى شي واحد، كل شيء ان شاء الله داز كل شيء هنا. دوزوا لكم التحاليل؟ دول التحاليل كل شيء. لا لا بالنسبه ديال شي يقول ديال الجديده، كل شيء الحمد لله دازوا، كل شيء امور بخير وعلى خير. يقدر كل شيء هذاك اللي غابطوا كل شيء غادي على حسب باش غادي يمشوا يدونا كله غادي يحطوه في المحل ديالو. ميتو بالنسبه لهذاك المصاب اللي هو اللي باقي واحد في بنقرير، هو اللي باقي مسكين، كنتطلبوا له الشفاء ان شاء الله.